غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي كان موجود البارح في برنامج ميدي شو مع الياس الغربي، وكل عادة حكي على سياسة قيس سعيد. قال إنه منهجية قيس سعيد في الحكم ذات طابع استبدادي وينضرب فيها كل الحقوق على غرار حق التعبير حق التنقل، ويقول زيادة إنه قيس سعيد أخطر من بن علي ويعتبره بن علي ثاني. السيد قيس سعيد 25 جويلية وبالدستور 25 جويلية انفرد بالحكم. نحن اليوم في أوتوكراسي، في حكم فرد الواحد. كيفاش انفرد بالحكم؟ هذا السداد راهو السداد مش بالضرورة معناه يلتجأ للقمع والسجون، هو قاعد يلتجأ لها. حق التنقل معناه تم المسمية، حتى التعبير، حق التظاهر، حق التنظم. اليوم قاعد عايشين راهو بداية القمع. بن علي راهو خذ 3 سنين راهو باش فرض القمع. اليوم نحن مازلنا في السنة الأولى، أنا متأكد كان يواصل في ظرف 3 سنين باش نلقاو بن علي 2. قيس سعيد راهو أخطر من بن علي. كان بن علي كان مستبد، عنده شوية عقل وعنده معناها مستشارين من مستوى محترم. السيد هذا بدون عقل راهو يسير في الدولة. هذا مستبد متخلف شعبوي. اليوم باش يهز البلاد للهاوية، أنا نقولها للتوانسة، راهو باش يهز تونس للهاوية، باش يهز تونس أقولها بالفم المليان إلى حرب آلية. سيلياس ها نقول لكم يلزم الناس، أنا راهو دوري كفاعل سياسي ننبه الناس ما تحبش تنتبه، تحب تعتبرني نبالغ، هما حراس، أنا ننبه على التوانسة. دورك مش رانا ماشيين في طريق معناه مسدود. راهي تونس ماشية في حالة احتقان لانفجار اجتماعي قد يأتي على الأخضر واليابس. كلام غازي الشواش يعتبره برشا غير لائق، غير محترم، ما عنده حتى علاقة بحرية التعبير. فما اللي كتب ماكم كنتوا معاه وسنته مسار 25 اليوم ولا دوني، فما اللي كتب الكلام هذا ما يتقالش على رئيس الجمهورية، فما طريقة مخير، وفما اللي كان معاه اللي قال أكاها وهذاك هو صحيح. بن علي ما عملش يعملوا قيس سعيد، ونوفى بالتعليق هذا ربي يستر هالبلاد. كل يوم يزيدوا في الطين بل بتصريحاتهم، هذه حرية التعبير اللي تحبوا عليها. تصريح كان على موزايك في ميدي شو، حاتم مستبد متخلف باش يهز الحرب أهلية بين تقييم سياسي للأشياء، بين بتتر نظرة استشرافية حقه كسياسي يعطيه، بين استعمال عبارات من هذا النوع في الحديث على رئيس الجمهورية. شنو نجمو نقولوا؟ فاش نجمو نعلقوا؟ هو اللي قالوا روح بيت في داره، معناها ما فهميش استبداد متاع بن علي. للتاريخ بن علي بعد شهر من 7 نوفمبر كان الناس عندها ذاكرة، أنا نتفكر وقتها ما كنت نخدم في تونس أبدو، فما كاريكاتور خرجت في جريدة في حرية التعبير ما فيهاش مساس من بن علي، معناها حاطين تصويرة الوقت الكاريكاتوريست هزين بورقيبة للأرشيف، شد شهر حبس معناها، والجريدة صارت لها مشاكل، نسيت اسم الجريدة ما نحبش نعرف. هذا الشهر الأول تاع بن علي، الشهر الأول بعد بن علي راهو. وبن علي نحن عشناها، مش غازي شويش من عاش وين كان وقت بعد 7 نوفمبر. 7 نوفمبر صار دوري 3 أيام، خرج لنا قال لنا لا مش يحيى بن علي تحيا تونس. لكن من بعد فعليا القمع حسيناه بكري نحن كصحفيين. هي ما بن علي حط 3 سنوات باش انستور الماكينه. 3 سنوات الانتخابات في 90 بدا، في 90 بدا بلاد ديكتاتورية بن علي. فما واحد خرج معناها في قول لي 3 سنين، في 3 سنين فما واحد نقد بن علي، فما اللي نقدوا بن علي كل البرة. أم زياد نقدته من الجمعة الأولى. ما نقد داكورد أنا معاك، وكي نقدته الجريدة مش وقفت بعد بعد هي قعدت رقد الظل من وقتها، ما عودتش رجعت كيما كانت. دونك جو بونس أوسي فما إكزاجيراسيون، لكن نحس أنا فما المعارضة الحالية عندها نوع من الكبت فرستراسيون، اطراف الشيء قدامها اللي عنده صلاحيات هي ما عندهاش. تو غازي الشواشي ولا الحزب التيار يا اخي اللي عملوا قيس سعيد مش هما حبوا يعملوه قبل معاه، ومش هما لزوا معناها، والفكره خرجت حتى من القائد نتاعهم ليبوك محمد عبو، معناها المزايدات. وبعديش يقولوا علاش الناس ما عادش يسمعونا، خاطر الكلام هذايا ما يشبعش، ما عنده فين يوصل. تو تقول لي حرب اهليه، نخرجوا كلام هكا متخلف. هو يقول لك واحد يوصل رئيس جمهوريه ما ينجمش يكون لا متخلف لا مريض. رئيس جمهوريه راهو سي انورم راهو. واضح.
محمود هو يقول لك انا نعطي في نظره استشرافيه حقي اليوم نقول لكم اش فما اش ما فماش وشنو باش يصير. حبيتوا تتبعوني مرحبا، ما حبيتوش تتبعوني انتم احرار. هذا في علاقه بالفكره، في علاقه انه ماشيين نظام ديكتاتوري، في علاقه انه عندنا مخاوف تاع حرب اهليه. بعد استعمال عبارات لا تليق من نوع مستبد ومتخلف وكذا، حاجه لا تليق ولا تليق مع عبد كيما غازي الشواشي. استنسنا منه بهكا برصانه شويه بارابور للناس اللي كانت موجوده في السنوات الاخيره كفاعلين سياسيين. نسمعك بعد الفاصل.